شايف خالد يوسف رجوعه هيبقى بنفس القوه اللي فاتت؟ ولو عرض عليكي شغله ترجعي ولا لا؟ بنفس القوه او لا، دي بتاعت ربنا يعني. في الاخر النجاح ده ربنا اللي هو اللي بيدي الـ 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 الحاجه دي للبني ادم يعني. ان انا اشتغل معاه طبعا هشتغل معاه طبعا. خالد له فضل عليا، وخالد مخرج عظيم، واهم نجاحاتي عملتها مع خالد، فاكيد يعني. مهما كان اي اتهام ممكن يتقال هيصدعونا. شفت موكب المومياوات ولا لا؟ شفت مقتطفات على الفيسبوك صراحه. طبعا طبعا الستات هتتجنن على شعر الملكه تي وبتاع، انه لسه ايه رايك في الستات على السوشيال ميديا اصلا؟ مش عارفه عايزه ايه يعني. ست يا حرام، ميته من 5-6000 سنه، عايزين من امها ام شعرها. شعرها عايزين يحسدوها على شعرها وهي ميته يا حرام. لا السوشيال دي نكتة اقسم بالله والله. لا الناس دي فظيعة. منين؟ من كوكب تاني ولا معانا؟ ما اعرفش فظيعة والله العظيم. قولي لي بقى بتجهزي جديدة دول؟ ان شاء الله بحضر كذا اغنية دلوقتي، يعني ممكن هشد الهمة بقى في رمضان، وان انا احاول انجز كل الاغاني واخلصها وانزل بحاجة بعد العيد. وان شاء الله عندي مسلسل منجهز يعني حاجة بعد رمضان برضو. ومستنية عيد جواز ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله. كان الجواز تاني ولا بلاش؟ لا لا بلاش. لا بلاش بلاش هدول لي بس بلاش بس بلاش عرب عليك بلاش. عشان بس لو في عريس واقف نقول له ابعد وبتاع. ما عريس ايه؟ خلاص كله امشي يا عريس، امشي يا عريس، امشي. امشي امشي. شكرا جدا. تسلم لي. شكرا شكرا. استنوني مع عاشور ترندات على فن شو. Thank you. Dolly Sahin.